السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعة مباركة على الجميع، واش راكم لاباس؟ ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم كاع لاباس. خياتي خواتاتي، اليوم راح نهضروا على التفاؤل والامل، نزل عن الطلب تاعكم. التفاؤل والامل صفتان يعني يمشي مع بعضهم. التفاؤل احسن صفة في الانسان، بعد الصبر يجي التفاؤل، تفاؤل خير تجده. التفاؤل هي ميزة قليل من الناس اللي يعني يتميزوا بها. التفاؤل هو حب الحياة، حب الاستمرارية. التفاؤل هو النظرة الوردية للحياة. التفاؤل هو اللي يخلق لك الأمل، هو اللي يعطيك الطاقة الإيجابية، هو اللي يخليك توصلي. التفاؤل هو اللي يوصلك لبر الأمان إن شاء الله. العبد كي يتفائل يكون عنده طموح، كي يتفائل يكون عنده أمل، كي يتفائل يحب يوصل، كي يتفائل يحب يجدد في حياته، يحب يجدد من صفاته، يحب يخرج غير الحاجة المليحة فيه. التفاؤل صفة جد جد جميلة، نتمنى نزرعوها في ولادنا. نقول لهم شوفوا القدام، معليش طحت نوض انفض نكمل قدام. التفائل إذا شاف الحاجة هو بانت له مش مليحه، حنا نشوفوا له الجانب المليح فيها. مثلا واحد سقط في الامتحان، نقولوا له لعله خير، تتعلم منه ان شاء الله، ما زلت صغير، المره الجايه، الفصل الجاي، الامتحان الجاي، الماده الجايه، وهكذا. هذا في مثل في الدراسه. في الحياه العامه نتاعنا، الرجل عيا من الخدمه، قال معليش الخدمه الجايه ان شاء الله، اليوم عندك روبو غاد، وان شاء الله تتجدد الحياة. الزوجة في الدار والأم والأخت ولا البنت اللي رايك قاعدة في الدار، دير أمل في الحياة، تقول اليوم عندي خدمة هكا، غدوة إن شاء الله نجددها ونعدلها وندير، وهكا تقدر ديما بهذاك التفاؤل وهذاك الأمل توصل. الأمل يا إخوتي وأخواتي هو أساس الحياة، والتفاؤل هو البذرة التي تنتج لنا الأمل. الأمل في الحياة هو اللي يخليها تستمر، ويخلينا نشوف منها الجوانب المشرقة، ولا حتى الجوانب اللي مظلمة احنا نشرقوها، وحنا اللي نفتحوها، وحنا اللي نديروها وردية. الأمل صفة جد جد جميلة في الإنسان، ولكن إذا عرف كيف يخدمها، لأن هناك فرق يعني بسيط، شعرة معاوية كما يقولوا، بين الأمل والطمع. واحد يمل في شيء باش يوصله، واحد يطمع في شيء باش يديه. انا نامل اني نوصل، نامل اني نحسن مستواي المعيشي والدراسي والثقافي والاجتماعي، ولكن لا اطمع الى ان اصل الى مستوى غيري، وهو يعني كان مستوى بعيد عني جدا، نحب نوصله بالطمع وبالحيلة لا. الأمل مرغوب والأمل مطلوب، ولكن في حدود. باش يكون عندك أمل لازم يكون عندك تفاؤل، وباش يكون عندك تفاؤل لازم تكون عندك إرادة، تكون عندك عزيمة، وتكون عندك قوة الشخصية، والصبر هو أساس هذا الشيء كله. الأمل والإرادة والتفاؤل صفات جميلة، لابد أن نزرعها في أبنائنا باش نخرجوا جيل متفهم، جيل واعي، جيل قادر على شقاه كما نقولوا. يقول المثل الجزائري، اللي يتمنى خير من اللي يستنى، واللي يستنى خير من اللي يقطع الياس. إذا كان هناك درجات من الأمل ودرجات من التفاؤل، ماذا بينا احنا ننميوها في ولادنا باش نوصلوا للدرجة اللي حبيناها، ويكون التفاؤل أساس الحياة نتاعهم، والأمل هو سلاحهم لغد أفضل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.